السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. مركز عالية للتدخل المبكر يحتفل بتخريج الدفعة الرابعة عشر من أطفال المركز. بوليتكنيك البحرين تنظم منتدى الصناعة السنوي 2019. هيئة البحرين للثقافة والآثار تنظم اللقاء الثاني من نداء المنامة. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظم مركز الإرشاد الوظيفي وقسم الارتباط الصناعي بكلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين منتدى الصناعة السنوي 2019. تحت عنوان الشراكة من أجل النجاح، جاء منتدى الصناعة السنوي الذي نظمته كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين بحضور نخبة من ممثلي الشركات الصناعية والتجارية التي ساهمت بتقديم الدعم الاستشاري للبوليتكنيك بما يضمن تماشي برامجها مع متطلبات سوق العمل عوضا عن الدعم التدريبي لطلبة الكلية. والله أنجح الممارسات اللي تقوم فيها الجامعات والبحرين والكليات هي محاولة تلبية احتياجات سوق العمل ومعرفة المهارات والحاجات اللي تتطلبها الصناعة في البحرين، مختلف الصناعات في البحرين. بوليتكنيكس عندها تجربة رائدة جدا، متقدمة جدا، إن هي تعرض مهارات وقدرات الخريجين على أصحاب العمل مباشرة، يقيسوا مدى تمتعهم بالمهارات والثقة والقدرة بصورة مباشرة. من خلال منتدى الصناعات احنا حبينا نبين اوجه التعاون اللي الجهات اللي بالصناعه، سواء كانت شركات او جهات حكوميه او جهات مجتمعيه، نعكس لهم انه ممكن مثلا نتعاون على سبيل المثال في مجال مشاريع الطلبه، في مجال الخدمه المجتمعيه، في مجال خلينا نقول الاستشاره الى المقرر الدراسي علشان يتناسب المقرر مع متطلبات سوق العمل. ويهدف هذا المنتدى إلى مناقشة أبرز الموضوعات الخاصة بإعداد الطلبة الجامعيين لسوق العمل، مع عرض لبعض المهارات الوظيفية لخريجي بوليتكنيك البحرين أمام أصحاب العمل ومديري التوظيف، بالإضافة إلى معرض توظيف مصاحب. هذه الفعالية هي فريدة من نوعها هذا العام. احنا دمجنا منتدى الصناعة هذا العام مع فعالية توظيف الخريجين. طبعا فعالية توظيف الخريجين هي ان بوليتكنيك البحرين تدعو اصحاب الشركات المؤسسات ومدراء التوظيف لمقابلة الخريجين بشكل مباشر والاطلاع على مهاراتهم، الاطلاع على الخبرات اللي عندهم وشنو القيمة المضافة اللي ممكن خريجين يقدمونها لاصحاب الصناعة. تضمن المنتدى عددا من العروض التقديمية قدمها عدد من الأكاديميين في البوليتكنيك وعدد من الطلبة الخريجين، بيّنوا خلالها مدى جدوى الدراسة في البوليتكنيك والمهارات التي اكتسبوها وجعلتهم مبدعين في مجالات عملهم الحالية، وتلا ذلك جولة للوزير حميدان والحضور من الشركاء الصناعيين في معرض مشاريع الطلبة، حيث استعرض الطلبة مشاريعهم مبدين مهاراتهم في التقديم والطرح والمناقشة وحل المشكلات. نظمت جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل حفل تخريج الدفعة الرابعة عشر من أطفال مركز عالية للتدخل المبكر، وذلك برعاية وحضور من سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية. أقامت جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل حفل تخريج الدفعة الرابعة عشر من أطفال مركز عالية للتدخل المبكر، وذلك برعاية من محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة وتحت إشراف الدكتورة الشيخة رانيا بنت علي الخليفة رئيسة الجمعية.
145 طفل متخرج، طبعا يتراوح بين مجموعة اللي هم خريجين من KG2 منتقلين إلى المرحلة الثانية اللي هي صف الأول ابتدائي، وعندنا طبعا من صف التهيئة اللي هو أطفالنا أطفال للتوحد اللي هم قابلين للدمج، وطبعا أخذ لهم سنة كاملة للتهيئة على أساس الانتقال إلى KG2 وصف الأول والاندماج في الصفوف الطبيعية، وعندنا مجموعة ثالثة اللي هي مجموعة الأطفال اللي في مركز عالية ولكن وصلوا إلى السن اللي المفروض خلاص يطلع من المركز في عمر بين عمر 16 إلى 18 سنة. هذه المجموعة بعد خرجناهم الحين، ففي ثلاث يعني مجموعات تم تخريجهم. نظم الحفل في مركز الأميرة الجوهرة للطب الجزيئي وعلم الموروثات بحضور أولياء أمور الطلبة الخريجين والمعلمين والأخصائيين بمركز عالية، إلى جانب ممثلي الوزارات والسفارات الذين أشادوا بالجهود الواضحة والمبذولة مع الأطفال للوصول بهم إلى هذه المرحلة من النجاح والتميز. في البداية أحب أشكر كل اللي وقفوا معاي ومع ولدي في فترة أو في رحلة دراسته والتحاقه بمركز عالية، وبصراحة يعني ما قصروا كلهم ساهموا في بجهودهم في تطويره في مسيرته معهم في المركز. شعوري لا يوصف. قبل 4 سنوات لما كان عمرها 2 سنين لو أحد جاء قال لي أن فاطمة راح أشوف يوم التخرج مالها طبعا ما كنت راح أصدق هذا الكلام، لأن كان يعني بالنسبة لي حلم، بس اليوم تحقق الحلم يعني وصراحة شفته قدام عيوني. وضمت الدفعة 14 تخريج 45 خريجا وخريجة من مختلف المراحل الدراسية ينتقلون بعدها إلى المدارس الاعتيادية والمعاهد المتخصصة، كما أن جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل أعلنت خلال الحفل عن بدئها في بناء أحد أهم مشاريعها، وهو دار ومرفق شباب عالية سكني للبالغين المتأخرين في النمو لخدمة احتياجاتهم وخلق بيئة تعايش ملائمة لهم مع المجتمع الخارجي. عقدت هيئة البحرين للثقافة والآثار اللقاء الثاني بعنوان نداء المنامة في متحف البحرين الوطني بحضور الشيخ همي بنت محمد الخليفة رئيسة الهيئة، إضافة إلى تواجد عدد من المسؤولين في القطاعين الخاص والعام والبنوك والمهتمين من أهالي المنامة والشخصيات الثقافية. وخلال اللقاء تطرقت الشيخ همي إلى أهم الجوانب الاقتصادية الهامة للاستثمار في البنية التحتية الثقافية مدني مملكة البحرين التاريخية والمردود الذي يرتقي بالمجتمع على كافة المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، موضحة أن هيئة البحرين للثقافة والآثار تسعى إلى تبني وتنفيذ التوجهات العالمية الحالية في صناعة السياحة الثقافية، وذلك عبر استقطاب مشاريع التطوير الحضارية والتي بدورها تؤدي إلى تنمية مستدامة، مشيرة إلى أهمية المشاركة في هذه المبادرة الثقافية والوطنية باعتبارها مسؤولية الجميع. هذا وتتزامن فعاليات مبادرة نداء المنامة مع احتفاء هيئة البحرين للثقافة والآثار بالمنجزات الحضارية والإنسانية للبحرين خلال عام 2019 بعنوان من يوبيل إلى آخر، ويصادف هذا العام المئوية الأولى لتأسيس بلدية المنامة التي تعتبر من أوائل البلديات في العالم العربي والأولى على مستوى الخليج العربي. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. وزارة شؤون الإعلام تنظم دورة تدريبية بالتعاون مع جهاز الخليج للإذاعة والتلفزيون.
وافق البرلمان العربي خلال جلسته الرابعة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني على التوصية التي تقدمت بها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بشأن تكليف سعادة عضو مجلس الشورى المحامية دلال جاسم الزايد نائب رئيس اللجنة بإعداد مسودة قانون استرشادي عربي موحد لعقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية، على أن يعرض مشروع القانون في الاجتماع القادم للجنة. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة عضو مجلس الشورى المحامية دلال الزايد، مساء الخير. مساء النور. بداية، هذه التوصية هي أحدى مخرجات الندوة التي تم عقدها يوم الاثنين الماضي تفعيلا لمقترح تقدمتم به شخصيا للبرلمان العربي، ما هي أهمية الندوة التي تم عقدها وما أبرز ما تقدمتم به فيها؟ طبعا بالنسبة للندوة اللي تم عقدها بحضور الأمين العام للرابطة العالم الإسلامي وكذلك شيوخ من الأزهر الشريف، وتم مناقشة عدد من الحجج والأسانيد الشرعية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، مقابلها أيضا تم أخذ الآراء اللي خاصة بالتطبيق على ضوء الاتفاقيات الدولية المعنية في القوانين الجنائية والعقابية في ذات الوقت. نعم. صدر قرار من البرلمان العربي على أساس يتم تكليفي بإصدار قانون استرشادي موحد للدول العربية، يتم من خلاله تجميع كل النصوص القانونية المتعلقة في عقوبة الإعدام، وفي ذات الوقت تحت كافة القوانين الإجرائية المتعلقة في كيفية الضمانات سواء أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة أو ما بعد صيرورة الحكم نهائي ذات. نعم. وضمانات أيضا المصادقة على هذا الحكم. الغاية والقصد من هذا الأمر أن إحنا نكون على الأقل نتقارب الوحدة ما بين العقوبات الجسيمة اللي نحددها، وفي ذات الوقت نسعى إلى وضع إجراءات فيها كثير من الضمانات وفق الاتفاقيات الدولية التي صادقنا عليها كدول عربية، وفي ذات الوقت تمسكنا في عدد من التحفظات الواردة في بنود هذه الاتفاقية. نعم. ونستهدف طبعا من هذا الأمر، لأن الآن في دول تطالب دولنا في التقارير التي تصدر على مستوى حقوق الإنسان أو مستوى تطبيقات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فأردنا أن نوحد ما بيننا أيضا مسألة الرأي القانوني والشرعي في هذا الجانب باعتبار عدد خاصة الدول العربية متمسكة في هذا التحفظ وأيضا متمسكة في تطبيقاتها، وايضا نبرز جانب الضمانات وان كيف اثر ايضا على هذا نسبه ارتكاب الجرائم بين. نعم. دولنا ودولهم، وفي ذات الوقت لان دخلت على الخط جرائم مثل. نعم. الارهاب في المتصله في المكتب الامن الدولي الدوله الخارجي او الداخلي، قضايا المخدرات. نعم. التجار فيها. موافقة البرلمان العربي على توصية إعداد مسودة قانون استرشادي عربي موحد لعقوبة الإعدام له دلالات كبيرة تعكس أهمية العمل العربي المشترك ودوركم الفاعل في البرلمان العربي. كيف تقيمون أهمية تعزيز مثل هذا التفاعل البرلماني على المستوى الإقليمي والدولي؟ طبعا البرلمان العربي يسعى مع أيضا جامعة الدول العربية في هذا الشأن أن تكون المنظومة التشريعية العربية موحدة نوعا ما مع احترام النظام الداخلي والسيادة لكل دولة، اللي ثبت من الناحية العملية في صياغة القوانين كلما كانت تبادل الخبرات بالنصوص الأفضل والنصوص التي تكون متينة في الصياغة وفي التطبيق والإنفاذ، يعني لما تنعكس فيها الوحدة في المنظومة التشريعية جدا نستفيد منها ان نخلق وحده في التشريع وايضا وحده في تقاريرنا اللي تصدر بحيث يراعى فيها الدول العربيه كيف. نعم. ممكن تصل لاي سقف في تشريعاتها وتطبيقاتها. نعم. احنا ايضا متمسكين انه يكون عندنا القواعد الموضوعيه والاجرائيه ايضا في مستمده من اراء موحده، خاصه ان في هذا البرلمان التي تضمين جميع صناع القرار التشريعي في كل الدول العربية، يعني كل فكرة نتفق عليها يتم اقتراحها في البرلمانات الوطنية أيضا، فبالتالي. نعم. يعني وحدة التشريع جزء
أيضا الأهداف التي يستهدفها البرلمان العربي في التشريعات العربية. نعم، المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، شكرا لك. احتفلت جامعة العلوم التطبيقية بتخرج الفوج الثاني عشر من طلبتها في حفل بهيج أقيم تحت رعاية الوجيه سمير بن عبد الله ناس رئيس مجلس إدارة الجامعة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. 4 سنوات دراسية انتهت بين الجد والعمل، وها هم طلبة جامعة العلوم التطبيقية اليوم حصلوا على ثمرة جهدهم طوال تلك السنوات، فرحين بانتهاء المشوار الدراسي منطلقين نحو العمل الجاد والدؤوب لخدمة وطنهم. الجامعة الحمد لله هذه السنة انجزت انجازات كثيرة، منها الاعتماد الاكاديمي والتصنيف العالمي في 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 QS وغيرها من الأمور. إن شاء الله ماضين إحنا للأمام لمشاريع جديدة تخدم البحرين وتخدم أن تكون البحرين مركز استقطاب للطلبة، ونهني أولياء الأمور والطلبة الخليجيين بهذا التخريج، وفرحتنا جميعا للجميع إن شاء الله. تحرص الجامعة على تشجيع الكفاءات وتقديم كل أوجه الدعم لطلبتها لتمكنهم من الاستمرار في تحقيق رسالة الجامعة والأهداف التي أنشئت من أجلها لتكون منارة للمعرفة والتعليم والبحث العلمي، وبيئة مميزة للمواهب الواعدة، ورافدا لسوق العمل بذوي الخبرات والكفاءة بما يتناسب مع تطورات العصر واحتياجاته ومستقبله. الحمد لله حفل التخرج هذه تحدث وقد حصلنا على الاعتمادية المؤسسية من مجلس التعليم العالي، وعدد الخريجين يفوق 500 في هذا الفوج، وهذا ما يجعل عدد الخريجين الكامل في الجامعة حوالي 4500 خريج، وهؤلاء هم السفراء الحقيقيون للجامعة. مجلس الأمناء لا يدخر جهدا في سبيل خدمة الطلبة من خلال دعم مواهبهم وقدراتهم والتركيز على تنمية الإبداع والريادة لديهم واتباع الطرق الحديثة بالتعلم والتعليم. حفل اليوم هذه ما صار من فراغ، مجهود الطلاب كلهم طبعا، كل واحد بمجهوده ومجهودات الدكاترة كانوا معانا ما قصروا، وجامعة علوم تطبيقية كإدارة كانت وايد واقفة ويانا، بالعكس هذا الشيء يعتبر شيء إيجابي ومن مميزات الجامعة دي طبعا. وبخصوص الحضور هنا يعني بعد الحضور اكو بعد ما شاء الله، اكو مثل ما تشوفون الحضور ما شاء الله وايد عود، نبي نفرح أهالينا معانا. صراحة شعور ما يوصف، يعني في قمة السعادة، وإن شاء الله أحاول أني أخلص الدكتورة إن شاء الله بإذن الله. تحرص الجامعة على تزويد الطلبة بالعلم والمهارات التي تصقل مواهبهم وتساعدهم على بناء مستقبلهم ومستقبل بلادهم، عبر الالتزام بخطط ومرئيات مجلس التعليم العالي والحرص على تطبيق معايير الجودة في مختلف التخصصات الأكاديمية التي تقدمها جامعة العلوم التطبيقية. بين جد واجتهاد وكفاح، كن وثابر في الدنيا تلقى الفلاح، ها قد احتفلت جامعة العلوم التطبيقية بتخريج الدفعة 12 بعد سنوات من الجد والعمل والدراسة، مسلحين بالعلم والإيمان والمعرفة. لنشرة السادسة، خالد العون، تلفزيون البحرين. انتظم أكثر من 5000 مشارك ومشاركة من 80 مركزا قرآنيا وسبعة مراكز لرعاية الأجيال التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والموزعة في كافة محافظات المملكة في برامج وفعاليات النشاط الصيفي لهذا العام، والتي تحرص الوزارة على تنفيذه سنويا بهدف صقل الناشئة والشخصية السوية وغرس مبادئ المواطنة الصالحة لدى حفظة القرآن الكريم وحرصها على شغل أوقات فراغ الطلبة خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالمنفعة والخير. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ علي الريس رئيس البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا بك. حياك الله أختي. من خلال مختلف المشاركات في برامج وفعاليات النشاط الصيفي، كيف بدأت عملية التسجيل لمختلف المحافظات؟ نعم، عملية التسجيل للبرنامج الصيفي اللي تنظمها مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم
ومراكز رعاية الأجيال بدأت بإقبال متميز في الحقيقة لهذا العام. يعني التحق حتى الآن أكثر من 5000 طالب وطالبة فيما يقارب من 90 مركزا في مختلف محافظات المملكة، ولا يزال التسجيل مستمرا في بعض هذه المراكز نزولا عند يعني رغبة أولياء الأمور والطلبة. من خلال قياس مؤشرات الأداء السنوية نجد أن الإقبال في تزايد مستمر ولله الحمد، ويأتي طبعا هذا التزايد متسقا مع الخطط الاستراتيجية المعتمدة للأنشطة الصيفية. ما هي الأنشطة التي تقدمونها للطلبة خلال فترة البرنامج طيلة العطلة الصيفية؟ الأنشطة كثيرة ويعني متنوعة في الحقيقة، يعني إلى جانب الأنشطة المتعلقة بنشر الثقافة الإسلامية وتعزيز السلوك الوسطي لدى النشط وغرس معاني المواطنة الصالحة في نفوسهم، الوزارة ركزت في نشاطها لهذا العام على مجموعة من المهارات الضرورية للنشط لمواكبة المستجدات المتعلقة بالتنمية البشرية. يعني على سبيل المثال الدورات التدريبية المتعلقة بحل المشكلات، مهارات الإبداع والابتكار، مهارات الذكاء العاطفي، مهارات التواصل، التعاون والعمل الجماعي، إدارة الوقت، المهارات الرقمية. يعني ما يخفى عليكم اليوم باتت يعني المهارات الرقمية جزء لا يتجزأ من التعليم ومن حياة هذا الجيل. ويعني بالتالي هذه مشاركة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في إعداد هذا النشر للتواصل المجتمعي البناء. ويعني تهيئة طلبة وخريجي الجامعات من خلال تمكينهم بهذه المهارات. نعم، الأستاذ علي الريس رئيس البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا لك. نظمت وزارة شؤون الإعلام بالتعاون مع جهاز الخليج للإذاعة والتلفزيون دورة تدريبية بعنوان صناعة المحتوى، التفاصيل في التقرير التالي. بالتعاون مع جهاز الخليج للإذاعة والتلفزيون نظمت وزارة شؤون الإعلام دورة تدريبية بعنوان صناعة المحتوى الإعلامي، والذي استمرت لمدة 5 أيام بمركز التدريب بالوزارة. طبعا هذا ختام الدورة التي تتعلق بصناعة المحتوى الإعلامي مع الخبير البرامج الوثائقية والتقارير الأستاذ نوفل الجنابي العامل في قناة العربية. احنا هدفنا من الأساسي في الجهاز هو صناعة جيل خليجي قائم على أسس صحيحة في مجال صناعة الإعلام، ولذلك من أهمية المحتوى في ظل ضعف، دائما نقول ضعف صناعة المحتوى، ركزنا على أنه يكون في دورات تدريبية أكثر مما يكون منها تكون عملية أكثر مما تكون نظرية، ولذلك حرصنا على أنه يكون في مدرب ممارس لهذه المهنة. الدورة كانت عن المحتوى، يعني صناعة المحتوى. البداية كانت صعبة لأنه الموضوع واسع جدا، لكن قسمناه إلى أنواع المحتوى تشكيلاته، يعني المسموع والمرئي والأخباري وتركنا للمتدربين لأنهم ينتمون إلى مؤسسات مختلفة، تركنا أن يختارون مواضيع تخص أي نوع من المحتوى ويقدموها كأفكار من البداية إلى أن تقدم كسيناريو كامل. وتم تقديم هذه الدورة التي احتوت على الكثير من المعلومات من قبل الأستاذ نوفل الجنابي، وتجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركين في هذه الدورة كان 15 متدرب من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. طبعا في البداية أشكر جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وأشكر وزارة شؤون الإعلام في البحرين على هذا التنظيم الرائع جدا، وعلى استضافتهم لهذه الدورة المهمة جدا اللي تدخل في صميم الإعلام ومجال الإعلام. استفدت الكثير من هذه الدورة بحيث أنها علمتنا كيفية صناعة المحتوى الإعلامي الجيد أو المتميز. الدورة طبعا بإدارة الدكتور كانت مفيدة لكل الحضور، لأن في مجال الإعلام نحن نحتاج مثل هذه الدورات لنطور من مهاراتنا الإعلامية، نطور من مهاراتنا الكتابية حتى نرسل صورة مبدعة
وجيدة وذات رسالة قوية في المجالس الإعلامية وأيضا على شاشة التلفزيون. الجدير بالذكر بأن هذه الدورة تطرقت لتمارين على أشكال التخطيط للمحتوى الإعلامي وكيفية صناعة الفكرة والتخيل وعناصر الجذب والإبهار في كتابة المحتوى، مما ساعد المشاركين في الدورة على فهم كيفية صناعة المحتوى وجذب الجمهور. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.